صحيح تقول عنده مثال عنده ورق. فلهذا أن نلاحظ في الآية القرآن في السور المكية هذا الأمر، يعني هو يعني التركيز على المعتقد، لأن الإشكالية اللي كانت بين الرسول وبين كفار قريش خمسة مسائل هي تدور عليها السور المكية، ما تجد أي سورة مكية تخرج على هذه الخمس مسائل. المسألة الأولى هي التوحيد، الشرك، أن يحققوا كلمة لا إله إلا الله، لأن ما حققوها هذه الإشكالية اللي كانت بينهم وبين الرسول، لأن لو حققوا هذه الكلمة ما عبدوا غيره تبارك وتعالى، لأن لا إله إلا الله بمعناها لا معبودة بحق إلا الله، هم قاعدين يعبدوا الأصنام، يعبدوهم بالباطل، لأن ما معبودة بحق، بمعنى أن كل معبود غير الله راه معبود باش، معبود بباطل، ما معبود بحق. يعني قضية التوحيد أساس تدور عليها الصور المكية، وقضية التحليل والتحريم هما كانوا يحللون ويحرمون على ما يريدون، يعني تسميوها السائبة وتسميوها يعني الحام وتسميوها البحيرة، وكانت عندهم مصطلحات للتحليل والتحريم وما تيخترعوها، ما أنزل الله بها من سلطان، ما لهم شركاء وشرعوا لهم من الدنيش ما لم يأذن به الله، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام، هذه كلها من عندهم هم اللي قاعدين. فلهذا التحليل والتحريم هو من حقوق الله، لا يجوز لأحد أن يحلل ولا يحرم ولا يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بنص من القرآن أو نص من السنة، لأن هذه من خصوصية الله، يعني التشريع كله من خصوص، ما يجوز، لا يجوز لأحد أن يضع التشريع، ما يجوز يقول هذه حرام وهذه حلال وهذه ممنوع وهذه ولادي جائزة، لا ما يجوز، هذا شرعا ما يجوز. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يعني قصدي أن هذا الأصل أو هذه الإشكالية كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا النبي ذاك عبد الله بن عباس رضي الله قال من أراد أن ينظر إلى جهل العرب فليقرأ أواخر سورته سورة الأنعام من قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا إلى آخر السورة. فلهذا جاء في الآيات الأخرى قل تعالوا ما حرم ربكم عليكم هذه المحرمات لا تشركوا، وهذه كلها من افتراءاتهم ومن اختراعاتهم من قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث. فلهذا قال الذي يريد يعرف جهل العرب يقرأ هذا من أواخر سورة الأنعام، لأن التحليل والتحريم هو من حقوق الله.